المزارع وانتاجها يبرق في كل شارع، ده المصر دايما فنان وبارع قادر يوفر قوتنا وزادنا. فاسواقنا مالية، مشرعنا ضخم ومكاسبها غالية، حالفين هنكتب قصة نجاحنا. سمرة يا سمرة يا سمرة. فريق برنامج الثمرة يواصل رحلاته للتعرف على جميع النماذج الناجحة للمشروعات الزراعية. النهاردة كان لينا زيارة خاصة لمحطة تصدير الخضر والفاكهة وخاصة البرتقال، وهي محطة فودلينك بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وشفنا ازاي المحطة دي بتطبق جميع الاشتراطات ومعايير التصدير الدولية والأوروبية لتصدير الفاكهة والخضر. مصر النهاردة بتحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير محصول البرتقال، ويقود الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة منظومة متكاملة في تطبيق جميع الاشتراطات وضوابط التصدير لجميع شحنات الخضر والفاكهة، وكمان بيعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة وأسواق عالمية ضمن خطة زيادة صادرات مصر الزراعية وفقا للمعايير الدولية لجودة الصادرات. المهندس محمد شلبي مدير محطة فلودينك لفرز وتعبئة الفاكهة والخضر، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضراتكم. عايزك بقى شرح توضيح للمحطة. تمام. أولا بداية عمل المحطة بتبدأ من الأرض أو المزرعة، بالنسبة للخام اللي بنستلمه من المزرعة الموالح طبعا بشتى أنواع، إن كان برتقان أو يوسفي أو ليمون وغيره، بتبدأ إن أنا ما بستلمش خام من مزرعة غير إنها تكون مكودة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومعتمدة لوزارة الزراعة، وبناء عليه بتبدأ معايا العملية الإنتاجية إن أنا بستلم الخام في الشركة هنا، وببدأ على ترابيزة الفحص أفحص الخام وأشوف إن كان مطابق للمواصفات اللي أنا هشتغل عليها ولا لأ، وللدول اللي أنا هوديلها ولا لأ. بعد ما بستلم الخام هنا بيبدأ معايا الخام يخش على مرحلة الغسيل، بعد الغسيل بالمية العادية والمطهرات بيبدأ يخش معايا على مرحلة الفرز. مرحلة الفرز الأولانية دي بعتمد فيها على استبعاد مسببات الأعفان سواء جروح أو كدمات أو ما شابه ذلك في الثمار، حفاظا على الكرتونة بعد كده ووصولها للمستهلك خارج في الخارج بصورة جيدة. بعد مرحلة الفرز بخش على مرحلة التشميع، وبعد التشميع بخش مباشرة على مرحلة تفريق الدرجات من درجة أولى ودرجة ثانية وبنوز والكلام ده كله عن طريق السايزر، وأنا عند السايزر جلوبال سكان. بعد كده بينزل المنتج معايا الخطوط، كل خط عندي أو كل لاين عندي بيبقى معروف معرفين المهندس بتاعه المشرف بتاعه. احنا عندنا كم خط هنا في المحطة؟ عندنا 8 خطوط. تمام، 8 لاينات. كل خط بيبقى نازل عليه الدرجة بتاعته، ببقى عارف معرف المشرف بتاعه أو المهندس اللي عندي ان عندك حوض كذا عليه درجة اولى رايح لكذا او رايح لانهي دولة، حوض كذا رايح درجة تانية رايح لدولة كذا، الكلام ده كله
وطبعا بنبقى مطلعين على مواصفات كل دولة من الدول اللي احنا بنصدر لها. بعد كده وبعد ما بتتم عملية التعبئة بالأحجام والمواصفات سواء كلاس 1 أو كلاس 2 زي ما اتفقنا، بتبدأ تطلع معاها على بلد برا أو على بلدات. بعد كده بيتم شمبرة البلدة، ومن بعد شمبرة البلدة بيبدأ يخش معايا مرحلة التبريد أو السفر مباشرة للدولة اللي هو متجه إليها. تمام، هنا 8 خطوط. تمام. كلهم موالح ولا فيها خضر؟ بالنسبة للمكان اللي احنا متواجدين فيه أو المحطة اللي احنا متواجدين فيها حاليا دي خاصة بالموالح، إن كان برتقال بصرة أو صيفي بأنواعه أو يوسفي المندرينات أو الليمون. تمام. عندي محطة تانية طبعا للفراولة ومحطة للخضار إن شاء الله والعنب والرمان والمانجا، يعني شركة شاملة الحمد لله. تمام يعني. النهاردة الجودة أساس المنتج. طبعا احنا جودتنا ايه بالنسبة هنا للمحطة؟ انا والله انا بعتمد على مواصفة عميل، كل عميل بيبقى له اشتراطات في الكرتونة اللي رايحاله. في عميل بيطلب مني 10% عيوب في كرتونته، 7% عيوب في كرتونته، 15% عيوب في كرتونته، فانا بقدر ألبي له طلباته الحمد لله عن طريق السايزر وعن طريق المهندسين اللي موجودين معايا في اللاينات. تمام. في بقى طبعا عيوب انا ما فيهاش تفاهم لا بيني ولا بين العميل بشتى الطرق، زي مسببات الاعفان دي اصلا بنستبعدها مباشره قبل يدخلها اللاينات، فاهمني حضرتك. اما الاشتراطات اللي بيحددها العميل انا بلبيها له. تمام. تمام. بالنسبه للكرتونه لكل النهارده دوله مصدره لها اشتراطات خاصه. تمام. الكرتونه بتاعتها اشرح لنا بقى الكرتونه الاحجام. تمام. انا عندي البرتقال مثلا، بما اننا شغالين برتقال، يبدا معايا في كرتونه 16 كيلو دي من حجم 40 48 56 64 72 80 88 100 113 125. يعني ايه الاعداد اللي انا قلتها دي؟ يعني كل عدد من دول 125 حبايه في الكرتونه يديني 16 كيلو، 48 حبايه في الكرتونه يديني 16 كيلو. طبعا ده بيعتمد على الحجم، 48 حبايه مثلا معدي وزنهم 300 جرام، لما احط 48 حبايه معدي وزنهم 300 جرام في الكرتونه هيديني 16 كيلو. 125 حبايه وزنهم بيتراوح من 110 ل 120 جرام هيديني ال 16 كيلو في الكرتونه. تمام. بالنسبه للعماله هنا، تمام، كلمني بقى على العماله. احنا المحطه هنا بتشتغل شيفتات، هو شيفت واحد بس صباحي عشان احنا بنعتمد اول في المقام الاول والاخير على البنات. العماله طبعا لازم يوميا على الله، او لما بيبقى في ناس جديده بيتم تدريبهم يوم في الثاني في الثالث لحد ما بيتعودوا على المواصفات اللي بنشتغل عليها. اما الطقم القديم الثابت معايا بنسبه 85%، فبيساعدونا كمان في تدريب زمايلهم الجداد على الشغل والكلام ده كله. تمام. احنا بنستلم المنتج هنا لغايه ما يوصل المحطه من مزارع مكوده. تمام. صح. تمام. الاستلام بيبقى ازاي بقى؟ استلام عن طريق مهندس استلام الخام عندي بره، والحجر الزراعي طبعا على ترابيزه الاستلام بره. هنا بيتم فحص العربيه بعينات عشوائيه من كل عربيه خام جايه عند الشركه، وبناء عليه بنقبل العربيه او نرفضها. بالنسبه هنا لاصناف البرتقال، هو صنف واحد؟ لا، عندي بصره بانواعه ان كان واشنطن او نوهول او لانت، وعندي الصيفي طبعا، وعندي سكري، وعندي بلدي. الهالك بنعمل فيه ايه بقى؟ الهالك في عندي هالك ده لا يصلح للاستخدام الادمي خالص، ده طبعا بيطلع هالك. اما في فرز عندي ما بتطابقش مع المواصفات اللي هي مواصفات التصدير دي، بتطلع سوق محلي او مصانع عصير. النهاردة البرتقال المصري منتج مميز ومرغوب عالميا وبجودة عالية، وفي محطات تصدير الخضر والفاكهة يكون في لجنة دائمة من الحجر الزراعي المصري ومنظومة رقابية بتقوم على فحص حجري دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول.
المهندس احمد مصطفى مفتش الحجر الزراعي، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. احنا دلوقتي متواجدين في محطه لفرز وتعبئه الخضر والفاكهه بالسادات. احنا كدورنا كالحجر الزراعي بالنسبه كرقابه واشراف على المحطه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في احد محطات التصدير. احنا دور الحجر الزراعي، احنا جهاز رقابي خدمي. من المهام الاساسيه بتاعتنا فحص الرسائل اللي هي الصادره، الصادرات والواردات في الموقع هنا، فحص الرسائل المصدره للخارج. من ضمن المهام بتاعتنا ان احنا بنشرف على عمليه التعبئه والفرز بالمحطه بجميع المراحل المختلفه. بنتواجد في جميع المراحل اللي بتحدث هنا في المحطه، من استلام الخام مرورا بالغسيل والتشميع والتحكيم ونزول التعبئه. بنقوم بدورنا ان احنا اي ملاحظات بنلاقيها في اي موقع من في المحطه بننبه الساده المسؤولين، مدير المحطه، مدير التشغيل، ان في ملاحظه لابد من تداركها اول باول عشان المنتج يطلع بصوره تليق بسمعه الصادرات المصريه، وفي نفس الوقت يتم تدارك اي ملاحظات قبل ما تنزل للعبوه امام البنات. عندنا النهارده اسواق جديده فتحت زي الصين، زي اليابان، زي امريكا، دي محتاجه اشتراطات يعني دقيقه شويه، احنا بنتعامل ازاي معاها بقى؟ طبعا الاسواق دي من ضمن نجاحات الحجر الزراعي، ان هو نجح الفتره السنين الاخيره ان هو يفتح كتير من الاسواق، مش دي بس في اليابان وفي حديثا الفلبين. فده مجهود بذله زملائنا في الحجر الزراعي. وطبعا كل دوله من الدول اللي زي سيادتك ما قلتها كده بتحتاج الى اشتراطات معينه علشان المنتج يوصل لها بصوره جيده وصوره سليمه. طبعا بتبقى فيه اشتراطات محتاجاها في التبريد، طبعا الجوده بتاعه المنتج لازم تبقى بصوره قويه جدا ان هي صوره جيده، مع المعامله بالتبريد اثناء الشحن. بيبقى فيه شركات مراجعه بتيجي لي اثناء الشحن وتشرف على عمليه التبريد اللي هتتم للرسائل، بالاضافه لتواجد مع تواجد الحجر الزراعي بيكون مشرف برضو ايضا على المعايره بتاعه هذه الحاويات اثناء التحميل. بنحاول ان احنا نوفر وتبقى اشتراطات الدول اللي هي المطلوبه متحققه بنسبه كبيره علشان المنتج يوصل لها بصوره جيده. النهارده عندنا منظومه جديده وهي منظومه تكويد المزارع لتتبع المنتج، انت شايفها ازاي؟ هل ساهمت في زياده الصادرات؟ هل ساهمت في الكشف عن تلاعب بعض التجار علشان الصادرات الزراعيه؟ طبعا السنين الاخيره دخلت منظومه التكويد، تكويد المزارع على حسب اهميه المحاصيل. مش كل المحاصيل دخلت في منظومه التكويد، ولكن المحاصيل الاستراتيجيه دخلت بقوه زي الموالح، الفراوله، العنب، الرمان، الجوافه، الفلفل، دخلت في منظومه التكويد. بيتم فيها افاد لجنه من الحجر الزراعي للمزارع اللي هيخرج منها المنتج للتصدير. بتبقى لابد ان هذه المزارع تبقى موافقه للشروط الجيده، وبتبقى في بنود معينه لابد ان المزرعه علشان يتم الموافقه ليها بسماح لها ان هي تستخدم، او المنتج اللي فيها المحصول اللي فيها يحول للتصدير، لابد انها تبقى موافقه للاشتراطات المطلوبه من الوسائل الممارسات الزراعيه الحديثه، مكافحه نظافه المزرعه. واذا هي تم الاشتراطات ديت نجحت في اللجنه اللي هي حضرت الزياره للمزرعه ديت، لقت ان المزرعه متوافقه مع الاشتراطات اللي الحجر الزراعي وضعها، بيتم الموافقه على وتعتمد ان هي المحصول اللي فيها يبدا يتجه الى المصدر. طبعا في بعض الاحداث او لا ننكر ان في كل منظومه بقى فيها سلبيات وفيها عيوب، ولكن في لو تم اكتشاف ان في تلاعب من شركه معينه ان هي دخلت منتج الى المحطه غير مكود وغير مصرح ليه وغير معتمد من مزرعه تم الموافقه على اعتمادها، وظهر به اي مثلا متبقيات مبيدات عاليه، بيتم ايقاف المزرعه الشركه، وبيتم ايقاف المزرعه اللي هي صدرت منها هذه المخالفه. فبيتم اجراء لايقاف المزارع اللي هي
وردت فيها نسبة متبقيات عالية بعد إرسال نتائج من الرسائل للمعامل اللي هي المتعاونة، المعامل اللي هي معامل الكشف عن المتبقيات المبيدات. إذا وجد فيها أي آثار متبقية زايدة بيتم إيقاف الشركة وتم إيقاف المزرعة وبيتم إعادة تقييم المزرعة عشان تستأنف للتصدير تاني. محصول الفراولة من المحاصيل الحساسة جدا النهاردة، احنا بنتعامل ازاي معاه في المحطة من بداية لما بيوصل هنا، سواء فرز، تعبئة، تغليف؟ طبعا محصول الفراولة من المحاصيل اللي هي الواعدة واللي هي لها متقدمة في نسبة التصدير بتاع في جمهورية مصر العربية، وده الموسم بتاعها. فالمنتج لما بيجي بيتم التعامل معاه بي 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 لأن هو منتج حساس، بيتم التعامل بيه بصورة منظمة وعلى أيدي عمالة مدربة، بحيث أن أي هفوات أو أي بصمة في الثمرة قد تؤدي إلى زور أعفان أو تؤدي إلى زور عيوب في المنتج يتم تلافيها. بيتم انتقاء العمال أو الأيدي العاملة اللي هي هتتعامل مع المحصول الحساس ده، وبعد كده بيخش دورة تبريد، وبعد كده بيخش للرسالة التصدير في مرحلة التصدير. يعني النهاردة صادرات مصر الزراعية حققت إنجاز كبير الفترة اللي فات، إحنا محتاجين بقى زيادة في العملة الصعبة عشان البلد، محتاجين تسهيلات كتير لأصحاب المحطات والمصدرين. بصراحة أكيد الدولة بتحاول إن هي تزيل أي عقبات إذا اكتشفت لي اللي هو المصدرين عشان تشجعهم وإن هم تزيلهم أي عقبات ظهرت في طريقهم من خلال التصدير. فأكيد الدولة لا تبخل عن إن هي تساعد بالوسائل المختلفة والجهات المسؤولة المعنية في ذلك، هي بتحاول تزيل العقبات.